ما هو الشيء الذي اسمه كلونه؟ يعني الاسم تاعه هو نفس اللون تاعه. الله اعلم، ما نقدرش نواجبك فيها. تعرف؟ ما هو اعلم. تعرف؟ كنقول لك تقول لي نعرفه. الله اعلم، الله اعلم. قلت لك الان صح، وكنقول لك فاكهه. مش ماشي. اسمع، ماشي كيما لونها. فاكهة ناكلوها دائما خاصة في البرد، في تقوي المناعة. عدس. عدس. فاكهة. فاكهة. دلاع، فقوس. موز، بنان. تعرفها. فاكهة ناكلوها في البرد في الشتاء. والله ما أعرف. اللغز يقول: ما هو الشيء الذي لونه كاسمه؟ يعني لونه هو نفس اسمه. برتقال. اسمه نفسه لونه. يعني في اي مجال ما كنقول لك فاكهة. اسمه نفسه لونه. ماموتشينا، برتقال. لا. ما هو الشيء الذي اسمه كلونه؟ يعني اسمه هو نفس اللون تاعه. اوكي نيدي. تعرفيها؟ اوكي. اوكي نيدي. وكان نقول لك فاكهه. تعرفيها بالعربيه؟ الاسم كي تقولي اسمها هو نفس لونها. جزر. نو. جزر. نو سي تان اورانج. قريب. مادام خمي قريب. كي تقولي لورانج. برتقال. برتقال. بهذا مشاهدينا الكرام كنا وصلنا لنهاية عدد اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم معنا، خاصة استنونا في عدد جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.